حبايبي طلاب اولى ثانوي، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هبقى معاكم في حلقه جديده، هنحل مع بعض حوالي 100 سؤال نراجع بيها المنهج كله. زي ما انت كنت فاكر، احنا كنا راجعنا مع بعض يونتس 1 و 2 و 3 ديتيلز على اليوتيوب، وراجعنا 4 و 5 و 6 في السنتر كذا مره. احنا اكتر طريقه نثبت بيها المعلومه هي الحل، والنهارده هنحل من مصادر مختلفه زي كتاب جم والمعاصر وكتاب جيمس كتاب العمالقه وكل ده. هنحاول يا دكتور نركز في الحل بتاعنا على ان احنا نشرح كل سؤال ونشرح فكرته، وبرده مش هننسى حضرتك في الشرح وفي الحل في ليالي الامتحان. كل اللي انا عايزه منك دلوقتي ان انت تبقى مركز، حضرتك تبقى داخل كده تنزل البي دي اف اللي موجود عندك في الديسكريبشن عشان تحل معانا اكبر قدر ممكن من الامتحانات. انا النهارده هحل 100 سؤال تشوز فقط كلمات وجرامر. هينزل لك فيديو تاني يوم حل حوالي 5 قطع واكتر من 20 او 30 سؤال ترجمه، وازاي تكتب اساي، ازاي تكتب مقال. بعد كده يوم 10/1 و11/1 هينزل لك فيديو حل 100 سؤال تانيين، يبقى احنا كده حلينا 200 سؤال قبل مراجعه ليله الامتحان. بسم الله توكل على الله كده، يلا بينا. ركز معايا كده ويلا نحل مع بعض اول سؤال. بسم الله. Footballers often not a lot of money، يعني العديد من المال، عشان because football has become the most famous sport، عشان الرياضة قد أصبحت الرياضة، كرة القدم أصبحت الرياضة الأكثر شهرة. لعيبة الكورة بيعملوا إيه للموني؟ عندك الفرق ما بين بيت وإيرن ووين وجين. إن بيت يعني يهزم، ويهزم شخص يا يهزم فريق. إيرن تيجي مع الموني، يكسب أموال. يا مستر موني بس أو ليفينج، وليفينج يعني المعيشة، قوت يومه يعني، وده برضو ماني. وين يعني يفوز بجائزة، وين ان اوورد، او يفوز بالماتش مثلا، وين ماتش. جين بتيجي مع اي شيء معنوي، يعني جين اكسبيرينس، جين نوليدج، جين انفورميشن، وهكذا. هنا بيقول لك فوتبولرز اوف نوت ا لوت اوف ماني، الفلوس شيء مادي، ده هي الماني اصلا، يبقى ايرن ماني، يبقى مستر لاتر بي. وإيرن ممكن تيجي مع كلمة living. each person، كل شخص should، يجب يعمل له blood، وblood يعني دم. الفعل bleed 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 يعني ينزف. once a year at least، على الأقل مرة في السنة لازم كل شخص يتبرع بالدم. ويتبرع يعني donate، يتبرع، والناون من donate donation التبرع. الصفة منها لو انا المتبرع اسمي دونر، متبرع بالشيء، تمام كده. ثلاثة، she not to London since last month، she is still there، هي لسه هناك. طب انا هي لسه هناك يا دكتور، يبقى هي راحت ولسه ما رجعتش. عندي اتنين يتقالوا في الجزئية دي، يا اما حضرتك تقول has gone to، يا اما تقول has been to. has gone to يعني ذهب ولم يعد، has been to يعني ذهب وعاد. وهنا بيقول لك هي she is still there، يعني هي لسه هناك، يبقى هي راحت ولسه ما رجعتش، يبقى has gone to الاولى. the knot of the ship، المركب او السفينه هنا، consists of، يتكون من 7 sailors، 7 بحارين، and the captain، والكابتن بتاعهم. في عندي فرق ما بين كلمه staff وكلمه crew، ايه الفرق؟ ستاف يعني طاقم عمل، طب كرو يعني طاقم عمل. قال لك كرو هو طاقم عمل متحرك، ستاف هي طاقم عمل ثابت. الستاف هنا دكتور مثلا زي بتاع المطعم، انت كل ما تدخل بتلاقي نفس الستاف، ده طاقم عمل ثابت. لكن الكرو اللي بيبقى بيتحرك ورا المجنبي، اللي بيبقى موجود في السفينه، اللي موجود في الطياره، المضيفات مثلا، كل دول ما لهمش مكان ثابت. يبقى الشاب نفس الكلام، يبقى كرو لتر دي. والكلمات دي بتعامل معاملة الجمع، اسمهم بالانجلش collective nouns. some animals، بعض الحيوانات، live in very remote parts of the world، عايشين في اماكن ايه في العالم؟ عندي كلمتين isolated و insulated، الاتنين على جوجل لما تيجي تترجمه كده يعني منعزل، بس isolated يعني انا منعزل عنك او منعزل في مكان بعيد. insulated هو العازل الكهربي. والله يا مستر هي هنا الإجابة isolated letter A. اللي بعده، you bought me a theater ticket، أنت اشتريت لي تذكرة مسرح امبارح. so لذلك
I bought you some money. أنا أدين ليك بالمال. كلمة أدين ليك دي يعني I owe you some money. Letter C. ودي مهمة جدا. والفرق ما بينها وما بين own. من own يعني يمتلك. يعني have أو possess. Seven. While I was revising my lesson. وأنا كنت براجع الدرس. My mother not dinner. ماما كانت بتحضر الأكل. الحدثين happening at the same time. الحدثين حصلوا في نفس الوقت but ولكن without interruption محدش قطع التاني وطالما محدش قطع التاني انت بتوحد الزمن يبقى while I was revising my lesson my mother was preparing dinner الأولى 8 A man not by the company he keeps company he keeps يعني الصحبة بتاعته so لذلك we have to احنا مضطرين Choose our friends well. نختار صحابنا كويس. الرجل يعرف بواسطة صحبته. الجملة دي بسف مبني للمجهول. ده مضارع بسيط مبني للمجهول. بيتكون من المفعول وبعد كده am is all زائد البيبي. يبقى a man is known by the company he keeps letter A. هتقولي طب ما هيوز بسف. هقول لك ما هي في كيبس مضارع فما ينفعش مضارع وماضي في نفس الايه في نفس الجمله 9 We need to wake up early tomorrow محتاجين نصحى بدري بكره The train to Aswan not at 6 am القطر المغادر لاسوان او القطر هيغادر في السادسه ده اسمه تايم تيبل او سكادجول ده جدول مواعيد وجدول المواعيد present simple يبقى The train to Aswan leaves letter B اللي بعده Last night, أمس I went to Noat Indian restaurant. Indian يعني هندي. صفر. فبكتب عليها adjective. وrestaurant noun. فبكتب عليه اسم. صفر واسم يبقى أي آن. الrestaurant هو اسم ممكن يجمع. يعني جمع restaurant restaurants. فطالما اسم ممكن يجمع يبقى أي آن. والآي حرف متحرك. يبقى Indian An Indian restaurant يبقى الناحية الأولى حط an Not restaurant served good food المطعم بيقدم أكل كويس أنت في الجملة الثانية المفروض أن المطعم بقى بالنسبة لك شيء معرف فتستخدم كلمة زا يبقى الناحية الثانية أقول زا يبقى an وزا الإجابة الصح الأولى 11 My sister not buy a new dress She has already decided to do so. كلمة has decided أو has made up my mind am is are going to wish وانت مغمض. تاني كده حبيب قلبي بص كده واحدة واحدة في اللي أنا هقولك عليه ده. بص دكتور am is are going to بتيجي مع البلان الخطة بتيجي مع الانتنشن النية بتيجي مع التوقع اللي بدليل مرئي مع الوضع في الاعتبار أن الصفات الشخصية لا تعد دليل مرئي. Has decided أو has made up his mind الاتنين ياخدوا am is all going to يبقى my sister is going to buy letter C will never allow allow يعني يسمح و allow لو جه وراها مفعول هيبقى to المصدر allow لو بجاش وراها مفعول يبقى الفعل في ال ing تاني كده الحتة دي يعني I allow أحمد to eat لكن I allow eating بس هنا we never allow A عمرنا بنسمح بالتنمر but we never allow bullying at school letter B التنمر أو البلطجة The boy not on the moon when he fell down الولد كان ماشي لما وقع هو لما وقع كان ماشي فالمشي كان حدث مستمر لحد ما الوقعة قطع صح كده يبقى the boy was walking أني واحدة دي الأولى During the exam أثناء الامتحان I not a friend of mine cheating أنا شفت صاحب ليا بيغش والله مستر during بيجي الناحية التانية بعديها الحدث التاني والحدث التاني وش possible يبقى during the exam I saw letter D تعال ننزل في الامتحان التاني ناخد اللي تشوز بتاعه أول سؤال Germany is not European country It has an area of كذا square kilometers. طب بصري بقى حبيب قلبي. يوروبيان برضو صفة. أوروبي. Country noun. اسم. يعني دولة أوروبية. يبقى يا آية آن. الواد يقول لي الإي حرف متحرك. تبقى آن. بس بالنطق
في حاجة اسمها اليو ساوند، يوروبيان، يونيفورم، يونيفيرس، يونيفيرستي. كل الكلمات دي بتاخد مش لان حرف اليو نطق. فهنا الاجابة الصح هتبقى يوروبيان كونتري لتر بي. اللي بعده، منال hasn't phoned us. Not the summer holiday. It's unusual of her. مش من عوايدها. ما كلمتناش من ساعة آخر أجازة صيف. أنت بتتكلم إن سنس بيجي وراها اللي هي مستر الحدث. يبقى السنس the summer holiday. صح كده؟ يبقى الإجابة الصح letter B. ولازم عشان يبقى في سنس يبقى قبلها مضارع تام اللي هو hasn't phoned. We met a lot of our friends. قابلنا العديد من أصدقائنا. Not our stay in Australia. أثناء إقامتنا في أستراليا. هنا يبقى مستر our stay ده اسم، والرابط الزمني اللي بيجي وراه noun دكتور during. during بيجي وراها اسم، while بيجي وراها حرف جر، only بيجي وراها ing بتدل على الفاست ريسبونس على الاستجابة السريعة. We always not to school when we were young. لما كنا صغيرين. As the school wasn't far from our house. المدرسة ما كانتش بعيدة من بيتنا، كنا دايما بناخدها مشي. يبقى انت بتتكلم على عادة كانت مستمرة في الماضي، يبقى ماضي بسيط. يبقى we always walk غلط، we always walked. التانية. 5. The police have so far failed. البوليس فشل. To not down the criminal. يتتبع المجرم. ويتتبع هنا او يتتبع خطوات يعني تراك الاولى، لكن تيك دي اللي هي بتاعت عقارب الساعة. تراك يعني رحلة شقة، وتراك دي اللي هي الحافلة. It's the first time. دي المرة الاولى. We have not been to. المرة الاولى اللي نروح المكان ده على الاطلاق. على الاطلاق يبقى we have ever been. طب لو عايز حاجة بمعنى never، never يعني ابدا. ما تديني مثال كده. She is the most beautiful girl I have ever met. يبقى دي البنت الأحلى اللي أنا قابلتها على الإطلاق. بتساوي I have never met such a beautiful girl before. أنا عمري ما قابلت بنت حلوة كده. يبقى مستر هنا الإجابة الصح ever. I don't know how to operate my tablet. أنا مش عارف إزاي أشغل التابلت. قال له don't worry. ما تقلقش. هعرفك. The offer. ده عرض او قرار سريع حتى. اللي اتنين ويل يبقى I will show you later day. Do you think that؟ هل تعتقد ان كلمة dine وfine الكلمتين بيحدثوا جناس في المعنى؟ يبقى dine and fine rhyme، ورايم يعني يحدث جناس في المعنى letter C. My grandfather dead. جده توفى. نقط 84 في عمر الرابعة والثمانون من عام. يبقى يا مستر aged، و aged بتساوي at the age of. at the age of يعني في عمر، لكن في كلمة اسمها in the age of يعني في عصر او في عهد. اللي بعده، the bank lost a lot of money. البنك ضاع منه فلوس كتير. They think their computer system. اعتقد ان الكمبيوتر سيستم had been not into. تم اختراقه. يبقى hacked into letter D. 11. Use your mind. حكم عقلك كده. And don't take anything. وتاخدش كل حاجة كده على محمل الجد. Take anything يا مستر for granted. Letter B. She certainly. هي بالتأكيد. Take anything for granted دي مهمة جدا. تلاقيها في الامتحان ان شاء الله. She certainly hasn't done anything. هي ما عملتش اي حاجة. That not that cruel punishment. تستحق العقاب ده. That deserved letter B. يعني تستحق. Mom used not delicious meals before she started her job. اعتادت ان تطهي الطعام او تطبخه يعني. يبقى used to cook. يعني واحدة. التانية. We should avoid. Avoid يعني يتجنب. وavoid من الافعال اللي بتاخد ing. يبقى avoid getting letter C. اللي بعده، اول سؤال، بسم الله. The reach. كده احنا حلينا 28 سؤال. باللي جاي ده يبقى 42 سؤال. The reach should brought money to charities to help the poor. لازم الجمعيات الخيرية تتبرع بالمال.
يبقى should donate money صح كده؟ والله مستر هنا لازم احنا اللي نتبرع بالمال سوري للجمعيات الخيرية زي هنا كلمة the rich يعني الأغنياء فبيفكرك بالقاعدة اللي بتقول ان ذا زائد الصفة بتجمع الصفة يبقى الأغنياء يجب ايه money money يعني مال يبقى donate money يتبرع بالمال للجمعيات الخيرية اثنين firefighter رجال المطافي should wear يجب ان يرتدوا نقط clothes while facing fire ملابس وقائية تحميهم يبقى protective letter C my brother got his master's degree so he is over there اي حد بيحصل على الدرجة العلمية بتاعته بيبقى مبسوط جدا يبقى over the moon over the moon يا مستر يعني very happy اللي بعد المفروض دكتور بيقول لك ايه just as the dinner dot my father was reading the newspaper بأكد لك ان just as بتساوي while وبتساوي as هنا جه بعدها دنر يعني ده المفعول يعني الجملة مبنية للمجهول يبقى انت عايز ماضي مستمر مبني للمجهول يبقى just as the dinner was being prepared letter B I'm not living living verb ing away from my family before traveling abroad use the tool تاخد مصدر فهكنسلها I عمرها ما تاخد is فهكنسلها didn't use to زائد مصدر فتبقى I wasn't used to وخليك عارف ان was a were used to بياخدوا ing يعني عادة كانت في الماضي وانتهت tourists will stop coming to Egypt السياحة يبطلوا يجوا لمصر if tourism is not لو السياحة ما بقتش sustainable مستدامة letter C رجب نقط to the beach every summer داير على every summer كل صيف لما كان صغير يبقى حضرتك بتتكلم عن habit في الماضي يبقى رجب went انا عارف يا دكتور ان في ناس هتشوف لحد افري وتقول لك بس مضارع بسيط لا حبيب قلبي لو كملت الجمله هتلاقيها فين في الماضي most of the students feel a لما بيبداوا new school as it isn't easy بيشعروا بالضغط يبقى feel stressed letter c now if you have a problem لو عندك مشكله you can not me for advice تقدر تتواصل معي تليفونيا يبقى you can contact me الاولى Mona doesn't mind A to the cinema tonight as she is not هي مش مشغولة يبقى هي doesn't mind يعني لا تمانع ومايند من الأفعال اللي بتاخد ING يبقى doesn't mind going 11 the best thing to do when you are thirsty أفضل شيء تعمله لما تبقى عطشان is to drink a glass of water كوباية مية يبقى a glass of water letter B I only bought my new car last week. أنا لسه شاري العربية الأسبوع اللي فات. أنا سافرت بيها 5000 كيلومتر وزاد so far. So far يعني حتى الآن من الكلمات الدالة على المضارع التام يبقى I have already driven. Letter B. My trousers تعامل معاملة الجمع وش. Not well every week by the laundry. هي بتتغسل كل أسبوع مستر يبقى are washed. أكيد مش بتغسل نفسها. Our bus driver سواء الأوتوبيس بتاعنا not us to school on time. He is very punctual. Punctual هنا يعني منضبط في مواعيده. يبقى هو دايما بيوصلنا يبقى always drives. Letter B. أي فعل بيجي بعد always usually sometimes إلا verb to be بيجي الأول. The horrible accident الحادثة الشنيعة دي was not of high speed. هي سبب السرعة ولا نتيجة السرعة؟ نتيجة السرعة يبقى the result of التانية. Roddy suffers from a heart disease. Roddy بيعاني من مرض في القلب. Doctors recommend الدكاترة بتوصي an urgent heart A عملية قلب أو طريقة عملية نقل قلب طريقة يبقى an urgent heart trans A Mr. transfusion لا transplant letter D. اللي بعده She sent me SMS بص النطق كده دكتور SMS انت نطقت الـ A الأول يبقى an SMS زي MP3 player يبقى an MP3 player وهكذا يبقى letter B which is dried grab is much used in cooking الزبيب الكارنت هنا مستر letter A لكن كارنت الأخيرة دي يعني الحالي Your blue jeans. الجينز بيعمل معاملة الجمع. Not hung in the wardrobe. You always forget. يبقى مستر هنا عايز حاجة للجمع يبقى all hung. Letter C. مبني للمجهول. I am short of money.
أنا سقيم بفلس. Don't bother ما تتضايقش about that. I not you alone. أنا هديك سلفر. قرار سريع وعرض وطلب يبقى I will give. Unlike now على عكس دلوقتي. أنا ما كنتش متعود على البلاك كافي. والله مستر هنا دي اسم. والوحيد في دول اللي بياخد باون هي wasn't used to. بتاخد يا اسم يا ING. 8. Be careful. خليك حذر. The car don't hit you. طالما بقول لك be careful او watch out او look out خلي بالك يبقى ده توقع بدليل مرئي. حاجه متشافه بالعين يبقى is going to. He had a not face as he had been working all day. وش مرهق يبقى a tired looking face. اني واحده دي letter B. The little girl not missing downtown. Her mother was very worried about her. فقدت يبقى went missing letter B. I always use the not chemo for my little brother كمان. اسمه كمان يبقى انت بتدلعه تقول له كيمو يبقى بتستخدم nickname letter C. Sarah has enjoyed reading ever since في النص قبلها مضارعتان بعدها ماضي بسيط يبقى since she was الاولى. The manager is going to the mechanic. المدير راح للميكانيكي because his car not every month. عربيته بتتصلح كل شهر. يبقى انت عايز مضارع بسيط مبني للمجهول يبقى is repaired الاولى. The plumber السباك managed not the tap. نجح ان هو يصلح الحنفية. managed to المصدر succeeded in والING. يبقى الإجابة الصح managed to fix اللي هي بتساوي succeeded in fixing letter C برضو. اللي بعده دخلت في موديل 5. اول سؤال كده يبقى احنا بعد الموديل ده هتبقى انت حلل حوالي بالظبط 70 سؤال. اول سؤال بيقول لك ايه؟ He felt lonely يشعر بالوحده and not after his mother had passed away. حس بالوحده وان هو تعيس يبقى miserable letter D. Have you finished writing the essay not? You are very quick. انت سريع جدا. هو انت لحقت خلصت؟ يبقى انا عايز حاجه بتدل على الدهشه يبقى مستر الاجابه الصح already letter D. اللي بعده his father got him a good job as an accountant in a multinational company. والده لقى له وظيفه. اللي فيكم بيختار founded يعني اسس. has founded يعني قد اسس وهي مش is founding هي لقى له خلاص يبقى found him. found الماضي من find لكن founded الماضي من found بمعنى يؤسس. found بمعنى وجد الماضي من find بمعنى يجد. أي واحدة مستر letter C. she ran up the not road leading to the castle يبقى gravel road طريق مليء بالحصى letter A. in not time حلو السؤال ده. الأبوستروف ممكن تتحط قبل الاس أو بعد الاس لو في كلمة time. أنا معاك. الأبوستروف بتتحط قبل الاس لو كانت ملكية مفرد بعد الاس لو كانت ملكية جمع ودول أسبوعين يعني جمع يبقى 2 weeks الأبوستروف بعد الاس letter D. اللي بعده I not lunch at home yesterday. عايز نفي have أو نفي had لأن had يعني تناولت وأنا بنفي had بحاجتين. hadn't لو جه وراها تصريف تالت. didn't have لو ما جاش وراها تصريف تالت. هنا انا بنفي had by didn't have letter C. it was not polite of him ما كانش ادب منه to interrupt اللي هو يقاطع what I not اللي كنت بقوله يبقى what I was saying الاولى. doctors not after patients in hospital it's their job. الدكاترة بتعتني بالموظفين او بتاخد بالها منهم او بتاخد بالها سوري من المرضى يبقى look after. لينوك دي حاجة مستمرة present simple. 9. You must protect the data on your laptop against. لازم تحمي الداتا ضد الايه الاختراق hacking letter C. You are no more than a lot of frightened people online. انت مش اكتر من واحد ايه بتخوف الناس يا مستر. يبقى واحد ايه هنا ببص كده ايوه كده دكتور cyber bully هنا يعني متنمر الكتروني او ايه يا مستر هنا واحد بيعمل قرصنة الكترونية letter B. sports stars نجوم الرياضة are not for thousands of youngsters so they should behave well. هم قدوة لالاف من الناس الصغيرة يبقى role models. التانية
The accident, الحادثة, is not of one that happened to her three weeks ago. هي تكرار, repetition. Repetition يعني تكرار, لكن reputation يعني السمعة. 30. As soon as I know it's key, I will set off very fast. والله مستر, بمجرد ما الاقي المفتاح هنطلق بسرعة. As soon as رابط زمني بمعنى after, نص الجملة التاني مستقبل, نص الجملة الأول مضارع, يبقى I have found اللي هي بتساوي I find. I not as a processor, أو sorry, as a processor since I was 30, and this is the first time to see this theory. يا مستر أنا بشتغل كده كبروفيسور من ساعة ما كنت 30 سنة, دي بروفيسور معلش مكتوبة غلط, وأول مرة لاقي الايه النظرية دي. والله دكتور هنا يبقى I have worked, لأن في سنس بعديها ماضي بسيط قبلها مضارع تام والحدث لسه مكمل. هتحل لي موديل 6 كامل عشان هنحل 6 و7, ويبقى احنا كده دكتور خلصنا أول 7 امتحانات في الكتاب بتاعنا, حل فيهم اللي تشوز بس. يلا حل وتعالى صحح معايا. يلا معايا كده دكتور نحل امتحانين كمان, يبقى احنا فنشنا 100 سؤال قد الدنيا رجاله. يلا معايا كده. He denied not that bad thing. Denied يعني انكر, عكسها admitted يعني اعترف, وdeny من الافعال اللي بتاخد ing, يبقى هي denied doing. فاحنا كده النهارده deny ومايند وافويد الثلاثه بياخدوا ing. اثنين, are fully grown person, هم اشخاص ناضجين تماما, يبقى adults letter D, لكن teenager يعني مراهق. When I was young, لما كنت صغير, I always cried before going to school, كنت دايما ببكي قبل ما اروح المدرسة. I always cried, letter C. وهنا مستر ذكرت في الاول when I was young, لما كنت صغير, عشان اقول ان دي حاجة فين في الماضي. 4. When I heard the knot of the gunboats, اللي هو الاجزاء بتاعت المسدس, I know the man was about to shoot. سمعت التكة كده, the click of letter D. We use not friendly materials. Friendly materials, مواد صديقة للبيئة, يبقى environmentally friendly, letter C. ودي كلمة مهمة, اللهم بلغت. He had lost his job, هو فقد وظيفته, خلاص كده هو اضطرب منها. He couldn't pay back, هو مش قادر يسدد. The money he lost, الفلوس اللي هو مستلفها. He owed, letter D. Not the flight, flight يعني رحلة جوية, وflight اسم, والرابط الزمني اللي بياخد داون هي during, لكن لو قالك in the flight تبقى while in. My first computer didn't work, so أول كمبيوتر بعتولي ما اشتغلش, عشان كده هم زي sent me, بعتولي بديل, a replacement. Mother not on holiday next Sunday, she has arranged to do so. طالما في has arranged يعني كل شيء مترتب, يعني M is or ING, يبقى she is going. There is a plenty of meat, but there is not bread. Bread يعني خبز, وده اسم لا يعد, يبقى there is not a Mr. much bread, letter C. 11. Decision not needs knowledge and experience, صنع القرار يبقى decision making أو taking, الاثنين صح, letter C. I have passed this test, أنا نجحت في الامتحان ده يا مستر. أنا نجحت في الامتحان ده إيه؟ تعال نبص كده, يت منفية بس جاست ما تجيش في الآخر. So far already, already هي المعنى الأصح, أنا نجحت بالفعل. The lesson not at 10 o'clock, the timetable, ده جدول مواعيد للأشياء مش للأشخاص, يبقى the lesson starts. Why not my sister fell off the bed and got injured, لما كانت نايمة, يبقى why sleeping. ولو تم حذف الفاعل بحط الفيرب فين؟ في الـ ING. تعال نبص على آخر 14 سؤال. It's important, مهم جدا, to respect, ان انت تحترم, the lot of opinions and ideas, تنوع الاراء والافكار, يبقى diversity. We have not got any sugar, احنا ما عندناش اي سكر. I know, انا عارف, I know some this evening, عشان كده هشتري شوية النهاردة, لان انا عارف في دليل مرئي, يبقى I am going to buy. He has been doing, هو بيعمل, three jobs, ثلاث وظائف, to get out of, عشان ينتهي من القروض اللي عليها والديون, get out of debt, letter D. The countryside is mainly, الريف يعتبر مزدحم سكانيا بواسطة الفارمرز, يبقى populated,
وبيوليتد يعني مزدحم سكانيا الأولى. We all recommended, احنا كلنا دكتور, that book, كلنا اقترح علينا ان احنا نقرا الكتاب ده, يبقى to read. هتقولي ايه ده؟ recommend بتيجي في الاي ان جي, لا دي مبدئيا لما بقول هنا بقى, يبقى we are all recommended to read. What is the correct plural, الجمع الصح لكلمة belief, هي الجمع الصح belief اهي, وحطيت اس beliefs letter B اللي بعده. Finally, في الاخر, my mother not how to use the internet. دلوقتي هي بتبعت ايميلز, يبقى اتعلمت شيء في الماضي ليه اثر, يبقى has learned. ونوت هو someone, شخص ما, legally responsible for looking after someone, مسؤول ان هو يهتم بحد او شيء, يبقى ده مين يا مستر؟ ده الوصي كده عن الحاجة او الحارس, guardian. There are not differences between people in upper Egypt, في صعيد مصر, والناس اللي في الدلتا, في فروقات ثقافية. Cultural difference, أني واحدة دي التانية. Don't open the door until رابط زمني, الناحية الأولى بقولك ما تفتحش في المستقبل, طالما في ناحية مستقبل يبقى التانية مضارع, يبقى until I tell you, وتل بتساوي have told. 11 My grandfather was a great poet, when we were children we would listen to his stories for hours. لما كنا أطفال كنا بنسمع قصص لساعات, يبقى هو كان راوي جيد للقصص, يبقى great story teller الأولى. My uncle arrived on not Sunday, أيام الأسبوع, الشهور ما بتاخدش articles, يبقى no article, Sunday بس. 13 I have not many countries, لكن أنا بحب مصر أكتر حاجة, يبقى I have been to, ذهبت to عط, لكن gone to, راح ولسه مرجعش. I bought MP3, MP3 بالنطق AAA, يبقى AMP3, AMP3 زيها زي SMS. دول بالظبط يا دكتور هم 69 سؤال عند حضرتك, او سوري 96 سؤال او 94 سؤال احنا حلناهم سوا. دي كانت كده اول مراجعة عن طريق الحل, هيتزل لك مراجعتين زيها ان شاء الله, وبعد كده ليلة الامتحان. شباب اولى ثانوي انا عايزكم تركزوا, يا ريت توصلوا الفيديو ده لبعض, يا ريت كده تكتبوا لنا في الكومنتس حضرتك بتتابعنا من اي منطقه, وبتطلبوا مننا ايه الترم الثاني, واحنا معاكم, وان شاء الله فول مارك انجلش, انا مش هنسيبكم لحد ما توصلوا للفول مارك ان شاء الله. اشوفكم في الحلقه الجايه, سلام.